السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في كانتي ديال المساء اليوم اللي غادي يكون في الكابورك غيكون في رينيو كات ويتي كورس الكورس الاخر تبعتك الله وصافي غيكون 16 عود وغيكون بوتو ايغال 2750 وغادي يكونوا كذلك ما يكونش فيها الريكيل الاخوان وهذا يدل على ان لي غروني ميرو غيكونوا مطلوبين بزاف مطلوبين كما كتشوفوا الديس 14 سيز كي معهم الكات كاهيرو الكنز والتريز والأونز يعني لي غروني ميرو ما عدا 12 هو اللي ما كاينش ما 12 غيكون في الاوتسايدر وغيكون في لي غران توكار بالنسبه لي ديليسي ديال لا كورس كاينه 1 3 8 1 3 8 1 3 8 بالنسبه لهاد العشرة هذا الاخوان المنافس ديالو هو 14 ديال بيجون غيكون الخوت جاي لينا غير من الكازون من الاتلي كيدير غير الكازون كما كيعرف الجميع بان هاد لي كورس هادو بالضبط كيوقع الديسكاليفيكاسيون بزاف لهذا الاخوان ال14 ما غاديش نختاروا طافي توما ما غاديش نختار ال14 اذا اخوتي غادي نختار رقم 10 كين غارلو دو شينو اولا دي شين هذا عاود ديال جوليان لو مير وغادي نختار معاهم داك السيز كاسيغان الكنز راه كان ديسكاليفا معاهم هذا الكنز هذا بالنسبه للكات ربما موتي وانا من نحاول نهرب من موتي في الكابور ولكن كيفاش دونك غادي نختاروا هذا الكات هذا غادي نختاروه واخا نورمالمون تيدير لينا غير اتلي اورونتري بحال شحال من خطره كنهرب منه تلقى رونتري غازون وكيجي المهم غادي نخليه في الكوفراج اللي بغى يلعبوا راه يلعبوا داك الكات يعني حتى لوريجين ديال الكات راه ماشي شي لوريجين ولكن تيبقى الجوكي بروف في اذا كاين الاخوان كاين 13 و 15 و 6 13 و 15 و 6 و 11 و 10 بالنسبة للدوز هذا عود غادي نختاروه غادي نزيدو نختارو كذلك رقم سمع كيل شغم فو اللي ديال سيباستيان بوغلي وغادي نزيدو واحد الاوتسايدر غيبقى مور اكس هو الخمسة كوكي لي مالو هذا راه مشى معاهم دار معاهم ديسكاليفي في عود باقي ما بلاصاش مشى معاهم في الكابورك في ديسكاليفا في الكابورك معاهم تنظن ربما معاهم مع الكنز تروازيام مع كريكو دو تيزي هو كان دار لينا ديسكاليفي ب 86 دونك هاد العود اللي كان مشى ديجا كان دار معاهم لا بلاص ولكن مع الويت هو اللي كان دار معاهم دونك الخوت غادي نحاولوا نختاروا واحد المجموعه ديال الخيول في الكرون نيميرو كاين 6 و 15 و 13 و 12 و 11 و 10 يعني ال 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 6 ديال الخيل هي لوجيك غادي نختار داك السبعة والخمسة السبعة والخمسة باش نكمل ويتشوف ديالي ربما غيكونوا هما الأغلى الخيول لداك الخمسة ولكن يقدر الإخوة كاينة 6 5 12 اختاريت منها 12 5
ناس خمسة. بقات عليه ديك الجوكية، ولكن داك الويت كمشى عليه الساسين، ودابا غادي عليه جوكي اخر. هذاك الشيء علاش انا دويت تحفظت عليه. هادشي اللي طلع خوتي الكنز هو البليرابيت، غالبا البليرابيت كيديرها واحد من الخيول اللي قدروا، واخر عود في البليرابيت كيجي اللي هو الويت. الجوكي ديال الكنز نوعا ما غادي يكون عند هاد اندري. على كل حال اخواني الكرام، 10 16 كنظن ما تخسرش، 10 16 10 16 ما تخسرش. وعاود الخوت من الخيول ديال منون سيتي 12 7 5 12 7 5 يقدر يجي عاود، يقدر يجي جوج. فقط تزيدو الكرون نيميرو، الكرون نيميرو. هادشي اللي كاين اخوتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.